هذه الصوتية أظنها تهم كثير من الشباب ممن قد يمر بهذا الذي أصفه هنا، اكتئاب الأذكياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشكالية الإنسان في هذا الزمان أنه مقولب، منذ البداية يوضع في قالب. ما معنى مقولب؟ أي أنه يوضع له مسار معين ويقال له هذا المسار ولا غيره. وبقدر ما نحن نتحدث عن الحرية والانطلاق والتعد، إلا أننا من أكثر البيئات تاريخيا اللي الإنسان فيها مقولب. مفهوم الإنسان الناجح مفهوم محدود، مفهوم محدود في الغالب. هذا المفهوم تكرسه منظومة إعلامية، منظومة روائية، ثقافة عامة. تتأثر الأسرة بذلك، فترغب الأسرة أن يكون ولدها ناجحا بالصفة الفلانية. ممكن تدخل منظومات من هنا وهناك، منظومة القبيلة، ممكن بعض الناس يكون عنده قراءة معينة للدين تدخل في الموضوع، ولكن في الغالب هناك قالب، في الغالب هناك قالب. النظام الدراسي الصارم الذي يمر به الإنسان على مدى 12 عاما لساعات طويلة بمواد مركزة، أظن هذا أيضا من خصوصيات الإنسان في زماننا. قد يوجد في بعض الأفراد علامات الذكاء، علامات النبوغ، وفعلا يظهر أنه أفضل من غيره. وهنا تبدأ الأسرة تفرح بهذا الأمر، تبدأ الأحلام يرتفع سقفها، حتى يتحول نبوغ هذا الإنسان عليه إلى ثقل وعب، فيبدأون بمحاسبته. أنت لماذا هنا لم تعد كالأول؟ لماذا هنا أنت نقصت قليلا؟ لماذا أنت هنا؟ حتى أنه في كثير من الأحيان يتمنى أنه لو كان فاشلا ونجح، لا أنه نجح جدا وبدأ الناس يحملونه هذا الحمل ويحملون عليه هذا العبء. ولا ننسى أن مثل هذه الضغوطات عائدة إلى منظومة لا تتفق مع الفطرة الإنسانية، اللي هي منظومة الأهداف المعلمنة، أنك تتصرف مع هذه الدنيا وكأنها دار قرار. مهما نظرنا عقليا، مهما حاولنا، إلا أننا دائما نجد داخلنا شيئا يدفع هذا الأمر، ويشعر أننا إلى حد ما لسنا في المسار الصحيح. ربما بعض هؤلاء الأذكياء من شدة الضغط الأسري أو هو يضغط نفسه من غير أسرة، يبدأ يحمل نفسه أحمالا كثيرة، وربما يوسع على نفسه باب المعارف أو باب المسؤوليات وغير ذلك. هذا يشبه إنسان عنده بنية قوية، ثم هذا الإنسان يحمل أحمالا ثقيلة، يحملها على ظهره، يحمل 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 يحمل، فيأتي في وقت من الأوقات يحمل دفعة واحدة شيئا ثقيلا جدا من شدة الثقة بنفسه أو من قوة الطموح، خصوصا في سعار المنافسة وقوة الشباب وإلى آخره. هذا الإنسان في كثير من الأحيان يسقط، وهذا اللي يحصل لبعض الأذكياء، أنه في وقت ما يسقط. السقوط له سببان، إما أنه يبدأ يشعر أن هذا ضريبة الذكاء هذه جعلته في سجن فيتمرد أو يضعف، أو هو يحمل نفسه شيئا عظيما ثم بعد ذلك يجد نفسه قد ضعف عن حمل كل هذه الأمور، تجده فجأة يسقطها كلها. لا يسقط القدر الذي يثقله فقط، لأنه الحقيقة لا يستطيع أن يميز ما الذي يثقلني وما الذي لا يثقلني، ما الذي يمكن أن أستغني عنه وما الذي لا يمكن أن أستغني عنه. هو لما جاء يحمل ويضع على ظهره، هو لم يقدر، هو لم يحسب الخطة نهائيا، هو كان محملا بالطموح أو محملا بالثقة بالنفس أو محملا بآمال الأسرة وآمال الجمهور أو محملا بمحاولة الاقتداء بنماذج، هذه النماذج ربما تكون غير حقيقية في الغالب، أو هو أخطأ في تقدير قدرته. طيب، هنا هذا الإنسان الذكي يكون مثل ذاك الرجل الجسيم قوي الذي حين سقط أصيب بإصابة في جسمه، فبقي جسمه للرأي جسما قويا، ولكنه لا يستطيع أن يحمل كالماضي، بل لا يستطيع أن يحمل ما يحمله الإنسان العادي. تقول له ما شاء الله ظاهر أن جسمك قوي، يقول لك أنت لا تدري، أنا عندي إصابة في رقبتي، عندي إصابة في المكان الفلان، لا يمكن أن أحمل. كثير من الأذكياء يصاب بإصابة نفسية نوعا ما، هذه الإصابة تشبه الإصابة الجسدية التي عند ذاك الإنسان الجسيم، لكن الفرق أن الإصابات النفسية أحيانا يطول أمدها، فهنا تصير عنده مثل العقدة النفسية تجاه المسؤوليات، تجاه الطريق الطويل، وتجاه حتى الدراسة الإلزامية وغيرها وغيرها، تصير عنده عقدة. هذه العقدة هناك من يتعالج منها، وهناك لا من تستمر معه، وهناك من يستمر ولكنه مع أمد ضعيف، يعني لا يستطيع أن يحمل كالماضي. يجي الإنسان يجلس معه يكلمه، يجده ذكيا جدا، يأتي ينظر إلى نتاجه، يرى أن هذا النتاج في السياق العلمي في الدراسة الأكاديمية، يجد أن هذا النتاج لا يتناسب نهائيا مع ذكاء، فتتساءل هو لماذا لا يفعل كالآخرين. هو نفسه قد لا يدرك أنه أصيب بعقدة، سأل لماذا هو اللي سكل، يعني الأقل منه ممكن يشتغل أكثر منه، ما عنده نفس، ممكن يستمر وينجح لكن هو في النهاية عنده إشكالية نفسية قد يتجاوزها قد تبقى معه.
لكننا نبحث في بقائها معه. حين تبقى معه في وقت من الأوقات يبدأ ينظر لنفسه وينظر لقدراته ويدرك يعرف نفسه، فينظر لقدراته، والله أنا قدراتي عالية، لكن لماذا أنا دون الآخرين؟ لماذا غيري مشى واتضحت معالم حياته وأنا إلى الآن أتخبط في الظلمات، أتسكع في الظلمات؟ لماذا أنا دون أناس كنت أذكى منهم بكثير؟ هو لا يدرك أن هذه الإصابة ولم ينتبه لها ولم يعالجها، وفي النهاية لا يستطيع أن يغالب نفسه ويشعر بالتعاطف تجاه نفسه، أحيانا يجلدها وأحيانا لا يتعاطف معها، وهنا يبدأ بالاتجاه للمخدرات. مو المخدرات هذه، ممكن ترى ممكن يتجاه المخدرات، هنا أنواع مو شيء واحد، ممكن تدخين، ممكن إباحية، ممكن علاقات مع الجنس الآخر، علاقات عاطفية عابرة يبدأ يشبع فيها هذا الأمر. هذه المخدرات تزيد حياته إشكاليات، يعني تزيده فوضى، تزيده ضعفا، فيبدأ يدخل في إشكاليات أكثر وأكثر وأكثر. منهم من ينقذه الله بشيء، أنه يجد نشاطا إيجابيا يتميز فيه ويظهر فيه ذكاؤه، ولكن هذا النشاط لا يشبه إلى حد كبير النشاط الذي أصيب بعقدة تجاهه. يعني مثلا التعليم الحر، حتى لو طلب علم شرعي، حفظ قرآن، لكن بدون إلزام، لا تلزم بشيء، بدون درجات. أهم شيء، ما في إلزام ما في درجات، هذا أهم شيء. كثير من عنده هذا، لا تجيب لي قصة الإلزام، في ناس خلاص لا مبرمج ما عنده مشكلة، لازم إلزام درجة، في ناس عنده عقدة من قصة الإلزام والدرجات، عنده عقدة خلاص، لأنه هذه ذكرى بإصابته القديمة أو الذكرى بحالة التنافسية اللي كان يثقل كاهله فيها جدا، غيره يفرح مجرد النجاح ويسعد مجرد النجاح وهو ينجح ويتفوق، وتجد أن أهله يلومون عليه، ليش فلان أكثر منه، ليش فلان جاب درجة أعلى منك، يتنافسون على نصف الدرجة، ليش السنة اللي فاتت أنت الأول، السنة هذه أنت الثاني، وهكذا. طيب أنت إيش علاقتك تتكلم بهذه القضايا؟ لا لي علاقة، لا شك علاقتي أعمق ما تتصور بهذا الذي أذكره. كثير من الشباب بعد أن يدمن، بعد أن كذا، أحيانا يحاول ينتقم، بعد ما تعاطف مع نفسه يبدأ يحاول ينتقم، فينتقم من الأسرة، من المؤسسة الأبوية اللي هو يراها، فيكون هذا الانتقام بوجود إشكال مع الدين، لأنه مع الأسف الإسقاط النفسي داخله عن الله عز وجل، أن الله عز وجل مثل هذه الأسرة. تشبيه، هذا التشبيه ما هو تشبيه اعتقادي، يعني ما هو تشبيه نصي، يعني هو لا يصرح به لفظا، لكن لو تكلم بعض الشباب الملحد تجده مشبهة، تجد يذكر عن الله عز وجل تعالى الله أوصافا سلبية، فتقول من أين جاء بها؟ هذا لا تدل عليه نصوص، ما يدل عليه شيء، لا يدل عليه عقائد المسلمين المعلنة، ما يدل عليه، من أين جاء بهذا الأمر؟ بعدين لما تغوص في داخله تكتشف أنه هذه صفة أسرته، صفة والده. أيضا ممكن حتى على صعيد الإناث ممكن تكون هناك أنثى معينة ترى في نفسها مواصفات جيدة، فيها حسن صورة، فيها حسن منطق، فيها كذا، فيها، ثم هي لا تتزوج، لا يوجد من يطرق بابها، أبكي وأطرق باب الذكريات سدى لم يفتحوا فاستحى من دمعي الباب، لا يوجد أحد يطرق بابها، فهنا أيضا ممكن تمر بنفس المرحلة، مرحلة الإسقاط، مرحلة الإشكالية مع المجتمع الأبوي، مرحلة التعاطف مع ذلك. طبعا من الناس من كان هذا الأمر مفتاحا للتدين بالنسبة له، أنه بدأ يقرأ وبدأ كذا وبدأ يفهم الدنيا وبدأ يخرج من القالب، يتحرر من القالب ويفهم من هذه الدنيا مزرعة، وأنه ما يؤسى على شيء فاته منها، وأنه النجاح مو قالب معين، وأنه ما ينبغي أني أحسد الناس الثانية، وإن رأيت أنهم دوني فالمسألة تفوق وأرزاق عند الله مقسومة، وأنا يمكن الله قسم لي شيء أعظم من اللي عند هؤلاء، وربما هم يتمنون ما عندي، وأنا إذا فشلت في مكان معين أروح المكان آخر وما في مشكلة، ما تقف الدنيا. في ناس هكذا، لكن في ناس لا، إما يغرق في الإدمان ثم بعد ذلك تعال طلعوني من الإدمان، وإما يجتمع مع الإدمان أو ينفرد عنه حالة فساد عقائدي وحالة تشوف للضياع العقائدي، وهذه مهمة جدا. موضوع الإسقاط النفسي، إسقاط النفسي للأسرة على الله عز وجل أو على العبادة، ممكن إنسان يكون ملتزم في العبادة لكن مثلا يسوي إسقاط في ذهنه في العبادات على المدرسة مثلا أو على أسرته، مثلا أسرته يحاسبونه على أدق الدقائق، فيأتي هو في العبادة فيدخل في الوسواس. ليش؟ لأنه يبدأ يلحظ أدق الدقائق، فنقول له نعم العبادة فيها انضباط لكن مو بالصورة اللي انت تصورها هذه، لا أيضا فيها درجة من السعة. فكان دائما من الشباب اللي يكلموني يكون عنده وسواس يقول أشوف أنت مشكلتك الكبرى سوء ظنك بالله، بداية الصحوة، بداية اليقظة، لو أحسنت الظن بالله وعرفت أسماء وصفاته بشكل جيد، أنا دائما أروح وارجع أروح وارجع على موضوع أسماء الله وصفاته، هو فعلا تصورك عن الله عز وجل ما هو جيد، وهذا بعدها يدخل باكتئاب، باكتئاب كل الأحوال، سواء دخل في الفساد العقدي أو دخل بالوسواس مرحلة بين بين أو دخل بالإدمان مرحلة ثالثة، هذه كلها اكتئاب. تجد هذا الشاب المكتئب أو هذه الشابة المكتئبة أذكياء، أذكياء وذكاءها صار لعنة عليه.
أنا ما أقول هذا الكلام فقط مجرد تصوير أو مجرد لا أشرح هنا فقط الشيء الموجود، بل وجه رسالة، وجه عدة رسائل. وجه رسالة هامة جدا لأباء والأمهات، أنه أعنوا بتعريف أولادكم بالله عز وجل كما هو سبحانه وتعالى، يعني من خلال أسمائه وصفاته، وأن تنبهوا على أنكم بشر وناقصون وأنكم تخطئون، ولكن كونكم تخطئون لا يعني أنكم لا تفيدون ولا ينتفع منكم ولا يستفيد من خبراتكم. افصلوا، هذه مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني، ما يكون ذكاء الإنسان وتفوق لعنة عليه. نعم أنتم محرصوا على هذا الشيء، لكن اتركوا له مساحة اختيارية مهمة جدا. هذا الثقل وهذه الأمور اجعلوها في العبادات فقط، في العبادات الواجبة أيضا بالمأذون به شرعا فقط. أما تأتون وتلزمون ببعض اختياراتكم الشخصية التي ترونها مصلحة لهم، أو بعض أحلامكم التي حلمتم بها في يوم من الأيام، أو تدخلونهم في مفاخراتكم. بعض الآباء والأمهات يشبهون هؤلاء الذين يراهنون على الخيل، يعني الذين يجلسون وأنا أراهن على الحصان، هذا حصاني وهذا حصان فلان، ويجلس ويتشجع، يشبهون مشجعي كرة القدم، من الحصان؟ أبنائه، وهذا أبناء فلان، هذا حصانه، يجلس والله أنا حصاني سبق حصانك وحصان. أخرجوهم من هذه القصة، ولا تعودوهم على منظومة الأهداف المعلنة ثم القتال الشديد عليها، فإن هذا الذي تتوهمونه بابا للنجاح قد يتحول بابا لاكتئاب الأذكياء، بابا لإدمان إباحية أو علاقات محرمة، أو بابا للوسواس الشديد، أو بابا للفساد العقدي، ولكن قدرا معينا منه، فعلا قدر معين من الحرص والنصح والتوضيح، قدرا معينا قد ينجح. ثم اعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل، ولا تهملوا نهائيا الوسائل الشرعية اللي فيها مدد واتصال بالسماء، مثل الدعاء وذكر الله عز وجل وإلى آخره. ثم دائما نوهوا على هذا المعنى، أنه المهم أنت آخرتك ما تضيع، كل شيء في هذه الدنيا ممكن يتعوض، لكن آخرتك لا تضيع، وآخرتك بيد الله عز وجل ليست بيدينا. الآن مجموعة من الآباء والأمهات يعني فرحانين أن هناك فضائل للأم والأب، ونشكر لي ولوالديه. هي القصة الشرعية أن بر الوالدين هو مفتاح ومدرج للعلاقة مع الله عز وجل. فأنت إذا كان لك علاقة جيدة مع سبب وجودك المباشر وتشكر لهم وتقدرهم وكذا وكذا، فإن سبب الوجود الأعلى سبحانه وتعالى، إن صح هذا التعبير، خلينا نقول الأول الذي خلق كل شيء، سيكون أمرك معه أعظم وأعظم. لكن كثير منهم ماذا يفعل؟ يستخدم الشرع لنفسه، ثم هو لا يطبق الشرع على نفسه. أفهموهم أن الشرع هذه منظومة فوقنا وفوقكم، مثل ما حنا نستفيد منها هي أيضا تلزمنا بأمور. هذه مسألة مهمة حتى في علاقة الزوج مع زوجته، في علاقة الحاكم مع المحكوم. ما هو فقط تنظر فقط لحقوقك وتبدأ تترافع بها بشكل مستمر، أنا أرضى وأنا أغضب، وهذا ما هو بر، وهذا كذا وهذا كذا، والحاجة المستحبة مثل الحاجة الواجبة مثل الحاجة المباحة حسب مزاجك، والتكاليف اللي تصدر منك أكثر من التكاليف الموجودة في الشرع نفسها. هدوء، وأنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. طيب، وأيضا بالنسبة للأذكياء أنفسهم، هذا اللي توجه لهم الرسالة، أنك ينبغي أن تنتبه وأن تتعرف على الله عز وجل، وانتبه من موضوع الإسقاط النفسي هذا، وانتبه من موضوع العقدة من أنه والله ما أني سقط وأنه كذا، وانتبه لجرحك، وانتبه إلى أنه الإدمان هذا لن يزيد الأمور إلا سوءا. قصة مثل ما شرحنا بالإنسان اللي يتدين، إيش يفهم؟ يفهم أنها أقدار وأرزاق، وأن الله عز وجل قد يسد عنك بابا لي كذا، وأنه في أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم، وفي أمر الآخر أنظر إلى من هو فوقك، ووسع مداركك واخرج واقفز من هذا القالب، لكن نبقى منتفعا بر والديك وكذا، ولكن القالب هذا لا تضغط نفسك، لا تخنق نفسك، ولا تبالغ أصلا في إثقال كاهل نفسك، يعني هذه المبالغة قد تكون هي بداية الشرور كله، هذه المبالغة الشديدة ووضع الأمر على النفس بهذا الطموح الجامح. نعم خلي يكون عندك طموح، لكن وحدة 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 وحدة، امشي وحدة وحدة، ما في شيء يأتي بسرعة، يمشي وحدة وحدة. تجدهم حتى لما يبتلون بالإدمان يريدون أن يتخلصوا، يأتيك يريد حلا بين ليلة وضحاها، فتعرف أن هذه عقليته من زمان ما غيرها خلاص. الأمور إنما السيل اجتماع نقط، حب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل، غير عقلك. والله المستعان، هذا وصل لهم وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم.